اسبوعين احلى سرفايف والله. خلاص طورنا يا شباب. تذكرون يوم كنت اقول لكم مدرك الوضع؟ هذا انا مدرك الوضع، اثبت لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب في حلقة جديدة من سلسلة ستراند الديب. مرحبا مليون بكل مشترك جديد شرف هذا القناة، واشكر كل من دعمني بلايك وكومنت وشير. في الحلقة هذه ودنا نستكشف استكشاف خفيف لطيف الجزر الثانية، بعد ما نكمل شوية شغيلات بتطوير السفينة والبيس راح نشوفها بإذن الله في هذه الحلقة. أتمنى أنكم تستمتعون ونقول بسم الله. Use label maker to rename things in the game. Label maker، نعيد تسمية الشغلات اللي موجودة في اللعبة، يعني مثل المصنع أغير اسمه، البلانك ستيشن أخليه شيء ثاني. راح نشوف الليبل ميكر. يا لبى الدي 14 يا شباب، أحلى سيرفايف. يلا أنا أخذته. شوف رسمنا على رأس الثعبان اللي صدناه آخر مرة، الوسخ. أقسم بالله أنه نرفزني وجاب لي قشعريرة في الحلقة الماضية. في ذبان هنا، أي والله ذبان تشوفونهم. عفن الأكل، يلا ما عليه، لحمة واحدة الأمور طيبة، يتعوضون. الله مسكنهم في مساكنهم، الله مسكنهم في مساكنهم. بسم الله أخرج من هذا الجسد. لا لا واضح الرياح، رياح يا شباب، رياح رياح، تعوذ من ابليس. تراني في جزيرة لحالي، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم اسكنهم في مساكنهم. اقول وين القارب؟ هجينا من الجزيرة هذه. لا لا الله تونا نسمي. طيب اذا كان الموضوع رياح، كيف النخل ما يتحرك؟ هذا السعف قدامكم ولا اي حركة، استاتك. اشوف هذا، هذا يوم دركت لك يا الجني، هذا يوم صدتك يا الجني. هذا الجني من الصنف الثقيل عنده. يا لب البيس يا شباب، يا لب البيس، قلبي الصغير لا يتحمل. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله ما شاء الله. ساعة كم؟ ساعة 2 بالليل. ليه ما نمت انا في الحلقة الماضية؟ هذا المشكلة، يوم اغيب يومين وارجع اصور. يا شباب السلسلة هذه تكفون اللايك قبل لا تنسون. اللايك امره مهم على قول سيد. طيب خلنا نشرب، عبي من الماي. حلو الماي عندي فل، نجيب لنا من النخل، ولا خلنا نستخدم من الفايبر، لأنه مثل ما قلت لكم الفايبر كثير في هذه الجزيرة. نعبيه. حاليا عندي كوكنت، عندي هذا المعفن، المعفن هذا ما أدري هل له فائدة. والله الذباب منه شوي لو تلاحظون، دامه معفن شيل ودي بحر. يا سلام، ليه نأكله المعفن وعندنا أكل كويس؟ عندنا تونة، كوكنت هذا ما شاء الله، وكوكنات كثير هنا الردي. واحد كلت واحد يا وسخ، واحد بس ومرضت على طول. حتى هذا يعفن كوكنات يا رجال، داخل صندوق كيف عفن؟ بحر شيل. شوفي ترى يوم تأكله أكل معفن يصير يعطش بسرعة لو تلاحظون، من واقف مكاني يصير عطش سريع. طيب هذه ما كسرتها، خلينا نجرب. هذا نفس النظام الحيوانات، تصير يوم تصيدها خله زي كذا يهز في رأسه عشان لا يعفن، لو قطعت اللحم يصير يعفن. سبحان الله ما تدري كيف. جرب. ايوه الامور طيبة. ثانية. الله يا شراقة الشمس. دقيقة ناقص اثنين، مش مشكلة. هذا السكيلز عندي الهانتنج ناقص، لكن انا اعرف كيف بنقصه. بروح بصيد لي من السمك في بداية هذا اليوم واخليه ينطبخ على بال ما احنا نشتغل. في نفس الوقت ناوي على سفرة للجزيرة الثانية، مثل ما رويتكم في الحلقة الماضية ان في ماب في اللعبة، هذيك جزيرتنا الاولى اتمنى انها واضحة، وهذه الجزيرة الثانية، وهذه الثالثة اللي احنا فيها، والرابعة هناك. يعني يصير مربع، واحد اثنين ثلاثة وهناك اربعة. وفي سفينة كبيرة ودي استكشفها في هذاك المكان صراحة، متحمس. غير كذا عندنا هذا البيس يا شباب، مثل ما تشوفون عشان اطوره احتاج الكثير من الخشب، والخشب ما ودي اقصقص النخيل الجميل اللطيف في هذه الجزيرة. وش ذاك؟ لاشنج مسرع ما رسبا. اي والله شوف يمدينا نشوفه. فلذلك وانا رايح للجزر الثاني راح اقصقص في النخل واحاول اجيب كثير بحيث اني اكمل هذا البيس الجميل. ما في له غير غرفة واحدة بنيت فيه له اللوم اللي يعطينا الكلوث الازرق اللي راح نحتاجه بعد شوي راح ارويكم، والتانينج راك اللي يعطينا الجلد اللي برضه راح ارويكم اياه، والبلانك اللي هو هذا البلانك موجود قدامكم. نحتاج واحد لاشنج او اربع لاشنج جنب هذا المصنع
هذا العلامة انك لازم توقف جنب هذا المصنع عشان يعطيك الكلوث. نفس الكلام على الليذل، نوقف جنب المصنع اللي قبل شوي ونجيب لحم الخنزير او جلد الخنزير ويعطينا الجلد. نفس الكلام على المصنع الثالث اللي شفتوه قبل شوي، نجيب الغصن اللوك ونوقف جنب المصنع البلانك ستيشن ويعطينا هذا. شوفوا راح نحتاج الليذل عشان البكاكس، البكاكس هذا او الريفايند اكس عشان نكسر الصخور مثل هذيك تقريبا اللي موجودة في الجزيرة عشان يجينا الروك الصغير. الروك جدا نادر ومتعبني صراحة، فلذلك بإذن الله راح نرتب الأوضاع حبة حبة. هذا بالنسبة للبيس، احتاج خشب. السفينة نفس الشيء يحتاج لها ترتيبات، ودي أطورها وأرتبها إن شاء الله. طبعا ما راح أخلي لاعبي يجلس يأكل في الكوكنت. شوف الثعبان السام، الله يخرب بيتك، الله يبعدنا منك يا ساتر. وش الثعابين هذا؟ لا يا اخي ايش المسخره هذه؟ تونا اقول لهم بسم الله وهذا ايش؟ ايش السمك يا ساتر يا شباب، اقسم بالله رجعنا البيس. ثالث ثعبان، هلا 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 بخوي. نسيت اتنفس من كثر الثعابين. يا اخي تعال، انت مقدور عليك. اوه امطار يا شباب، امطار حلو. يا كثر الثعابين، هذه سمكة تبين حلوة. أرش فش، شكلها لذيذة مرة. أقل شيء اصطاد لي أربع. أيوة هذا إيش؟ ديشز، تعال يا ديشز. هذه السمكة الثالثة، وهذه الرابعة برضو ديشز. وأخذ كفر على الأساس بالسمكة هذه، حسيت الوضع كذا غلط. فجاني قرش كذا أزبن وراها. تكفى سمكة واحدة بزيادة. تعال هذا الصغار يا أخي ما ينفعون، احتاج لي واحد من الخير. يا أخي ليه ما صيد لي قرش الصغير هذا؟ اخرته بيجي القرش بيصيدني انا والسمك ذا كلهم اللي مجمعهم. يا اخي انا بصيد القرش الصغير يا شباب، وربي خاربه بسم الله. جالس يدور حواليني لسه. اوه السمكه هذه حلوه. لا 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 وخر يا الثعبان يا وسخ، وخر شوفك. عطنا الرمح بسم الله. تعال ان شاء الله ما يهاجم. اوف حاول، ما يمدني اصيد. طيب باخذ لو سمحت السبيرز حقي، اما ما يمديني اخذ السبيرز. يا شباب اقسم بالله راح السبيرز على الفاضي، بيجيني الحين ابوهم بيرويني اصطياد هذا. طيب هذا حتى هذا ما يمديني، معقول بالهنتنج يا رجال؟ اقسم بالله ولا يصيد ولا شيء. هذا بس زينه كذا، سلامات. تعال بسم الله. ايوه سبحان الله، نسوي لها سكن لحمتين على السريع. بس ما ادري ليش لاعبي يقول ديسكاستنج، يعني وش الاكل اللي ما يقول عليه ديسكاستنج اللي ياكله هو مستانس. اوه الحمد لله اصطياد طيب اليوم، ما شاء الله يا المطر، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شوف اكيد الماي تعبى حاليا، الماي ناقص عندي ثلاثة. ما شاء الله ما شاء الله، اشرب اشرب اشرب. تعبى فل والاكل ما شاء الله ما شاء الله الخير. ظاهرنا هذا اللي ما راح يقول ديسكاستنج. خلينا نجرب نسحب هذه هنا. ها ديسكاستنج جروس، الله يخرب بيتك، ما هو بعاجبه شيء يا شباب. ها جروس، لا ما اتكلم، ظاهرنا عاجبه هذا. قال ديسكاستنج على الثاني، اخرب بيتك يا اخي، اذرف. واحد النصائح اتوقع من هنتر قال لي انه يمديك حتى تعلق او تحطهم على النار هنا اذا كان هذا الفل. نزيد في الحطب، اتوقع نص كافي انه يشويهم كلهم، وشب النار يكليب شبه. ادري ليش اعطيها النقزة هذه بعد كل الباقي كله هذا ما راح اقصه. وعندنا هذا نخليه يهز راسه يسلينا في الجزيرة. يا سلام وربي احلى سكرين شوت، تكفى احلى سكرين شوت وربي يا شباب اني حبيت اللعبة. ما ادري اصور الجزيرة كذا اعطيها لقطة مع السفينة هناك ولا مع البيس الجميل هناك. الدقيقة وين الثعبان؟ ايوه مع الثعبان هذا بعد، شيء جميل يا اخي والله متعة يا شباب. هنا ايوه انطبخوا كلهم. وش الصوت الغريب هذا؟ اول مرة اسمعه. الظاهر انهم كلهم انطبخوا. خلاص نطفي الفاير، نخلي الود نحتاجه بعدين. توفير خشب يا حبيبي. الأكل ناقص ثلاثة، خلنا بناكل واحدة
من اللحمات الصغار ناكل، زاد 1.5 ناكل الثانية. شوف قالت ساعة طوط، يعني الحين صار عندي هلثي. اي ستات يجي جديد يعطيك الصوت هذا. الهنتنج زاد عندي قبل شوي وانا اصيد لو لاحظتوا، صار 3.5. بس على العموم احتياجنا مثل ما تشوفون فوق على اليسار جاهز، بعد ما نصنع واحد جديد من هذا والثاني حصلناه هدية بالصدفة. والحين نسوي البيكاكس. مثل ما تلاحظون ليفل 3 كاتب جنبه، انا تعديت ليفل 3. اغلب السكلات عندي كلها تعديت 3 كلها. الهنتنج قبل شوي تجاوزته. واخيرا البيكاكس. طيب الحين دورنا على الصخور. في الليل انا بلوت بستغل الوقت، اللاشنج ما لاشنج والامور هذه، برجع لكم. ايوه هذا الروك يا شباب تشوفونه، هذا الروك لقيته. وين هذا هو البيكاكس؟ 7 13 14، باقي روك واحد تقريبا 13 إلى 15 ضربة. نقص 5% من الريفايند وعطانا 4 و2 6 صخور. والله لا بأس، بس ما في غير هذا الوحيد في الجزيرة. الله العالم الجزر الأولى والثانية اللي رحتهم ما كنت أعرف هذه المعلومة، فممكن فوتهم. وأخذنا لفة على الجزيرة يا شباب، جبت لي 14 لاشنج وأنا متأكد أني فوت كثير، لأن الصراحة صعب ينشافون. الحين ساعة 8:30، ما راح أنيم اللاعب لين ما يقول لي تكفى ارحمني إبراهيم ارحمني، أو يطلع لي ستاتس التعب. هذه ثاني ليلة تقريبا راح أواصل فيه. طبعا السؤال هنا، هذا متى راح يعفن؟ الله العالم، بس أتوقع مش أقل من يومين، أتوقع أو يوم واحد، ممكن 24 ساعة. شوف انطبخ في الليل وراح نشوف. من أهم الشغلات اللي ودي أسويها برضو المطارة، بس برضه شوي قدام لان يمدينا نشرب كوكنت مجرد ما نروح الجزيره الثانيه. اوه في وود شلف، حركات والله، تجمع فوق الخشاب والتيبل، طاوله وكرسي. هذا الكونتينر شلف اللي ندوره، يحتاج 3 بلانكت، انا عندي 1 ويحتاج 2 زياده. وعشان اجيب 2 زياده لازمنا اللوج، برضه لازمنا نجيب نخل من الجزر الثانيه او شجر. برضه ما بغير كلامي، راح اخليكم يا الحلوين. تدرون يا شباب باخذ لي سفره سريعه، ما راح اطول فيها، ما راح احط فيه بيس، بس بحط شلتر اخزن فيه. راح افضي الصناديق كلها من الاغراض اللي موجوده. الباباي بلانت هذا عندي 1، بتذكر خليت في الجزيره الثالثه باباي 1، كان مفروض اني اجيبه، لان لو تسممنا ولا اي شيء هذا الشيء الوحيد اللي راح يفيدنا. بفضي الصناديق كلها من الاغراض، برميها بالارض بحيث ان نشل الصناديق كلها ونعبيها بالخشب وغيرها من المواد من الجزر الثانيه. اعطيني كرود سبير 1 3 4 5، 5 كرود سبير. واعطاني اتشيفمنت لين مين كرافتنج ماشين، تروفيات حق ستيم. حلو، صندوق الاسلحه جاهز، شيل. اشرقت علينا الشمس، طبعا بما انها اشرقت علينا الشمس والمنظار الطيب هذا، وين الجزيره اللي بنروح هذيك؟ سلامي يا سفينه. والله استكشاف طيب بيكون. في صندوق هنا فيه ال اوكي، اوف 3 بلانكت عندي واربع لاشنج. وش كان ناقص للشلف؟ دي 14 سرفايفد، كملنا الاسبوعين. هذه الغلطه هي من تجمع اغراض في اكثر من مكان. البيس لخبطني لاني ما نقلت كل الاغراض فيه، لسه باقي شوي هنا شوي هناك. شلنا 1 تونه احتياط معنا، الامرجنسي والله، والله انها الامرجنسي. اللي متابع السلسله وشافني يوم وصلت هنا كيف جبت العيد وفادتني، ما اتوقع راح نحتاجها لان عندنا ناقص 3 اكل ما شاء الله. الميديوم هذا يعطينا 3، لازم نتذكر. الماي متعبى فل، اعطيها 1 2 3، كذا امورنا طيبه جاهزه للسفر. لكن هذا الاخير الاس اف بي، مدري اس بي اف، هذا ينقص مع العوامل الجويه. في شغلات تحطها على جسمك عشان لا يتاثر بالشمس والسواليف الطقه هذه. طبعا راح نسحب عليه، خليه يتمرجل مع الرياح هذه والامطار، نسافر. ظهر غاربنا بيكون اسرع، خلينا نجرب المغامره الجميله. هذا هو الكونتينر شلف، يتطلب 3 بس، 3 موجودين. كونتينر شلف، يا سلام. ليه؟ ليه تكفى؟ تكفى ليه؟ يلا ما عليه، كذا كذا بنجيب الخشب
وبنطور فيه القارب والامور طيبه ان شاء الله. ادعس وين الدركسون حقي؟ ايوه هو بالريوس الحين اسوق بالريوس. بس الحلو في الموضوع جاني كذا كومنت والله صراحه يكلموني يقولون ترى انت السفينه حقك بالريوس. له ميزه انه ما يصير الشراع يغطي عليك او بعدين يوم تسوي الكونتينرات انها ما تكون مغطيه عليك. يا لي الازرق هذا. دف 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 دف. بسم الله وهوبا بسم الله. ارفع شراعك نزل شراعك دائما لخبط فيها. ايوه شوف يصير الوضع بالريوس. دقيقه وين احنا رايحين؟ المكان ما يضيع. ما اتوقع اني راح اضيع بسبب الجزيره او بسبب السفينه اللي موجوده في هذاك المنطقه. وداعا ايها البيس الجميل. الله سفري عن ضريني قضى فيني وش حاجتي في نور عين غاب غاليها أمر السفر يا نظر عيني قضى فيني وش حاجتي في نور عين غاب غاليها. أنا وقارب الجميل المتواضع. على فكرة السلبية الثانية أنه يكون هذا عكس يوم أصير أريد أروح يمين لازم أضغط يسار. أوف في ثنتين الثانية هذه توها رندرت ما شاء الله. شكلي بنط على طول ألوت فيها. تأخرنا والله تأخرنا. تحركنا الساعة كم؟ 16:40 خلنا نقول أو 16:30 يعني مغرب خلاص. تروح تنام أنت في الجزيرة الجديدة يا طيب. والله غلطة هذه صغيرة بس واضح أن فيها شغلات. أوه الكرات هذيك. أيوة ما شاء الله البلانك انتظرني. شوف وين هو. والله يا شباب أن الحلقة هذه مدتها جدا طويلة وفيها شغلات جدا كثير فحبيت أن أقسمها جزئين راح أنزلهم بنفس اليوم وهذه راح تفيدنا بشغلات كثير. شغلة الأولى ترقيمة لعبة بولي سلسلة بولي اللي أنزلها متقدمة عن سلسلة ستراند ديب بحلقة. فالحين بيصير الوضع متناسق. ما أدري إذا لاحظتوا هذا الشيء لو تفتحون القناة بتشوفون ترقيمة جدا مختبصة بسبب أن بولي مثلا 8 وستراند ديب 7 فالحين بيمشون مع بعض. المهم الشغلة الثانية كثير منكم طلبني أن أزيد مدة الحلقة فمجرد ما نزل حلقتين هذه في نفس اليوم لبيت طلبه. وشيء ثاني اللي يشوف مدة الحلقة من برا أي واحدة من حلقتين ما يشوف أنها مرة مبالغ فيها أو يتكاسل يضغط على الفيديو ونكتسب مشترك جديد. وبس أشكر من تسمع القناة ونشوفكم في المقطع الثاني بعد شوي.